معنا باستوديو اختصاصية بتقويم النطق سيدة إيديت كوبا هريش، موجودة معنا. موضوعنا هو العلاج التنموي التواصلي عند الأطفال المصابين بالتوحد. أهلا وسهلا فيك. ميرسي. أول شيء لما نقول أطفال مصابين بالتوحد، يعني صرنا قايلين أكثر من مرة، بس إنه في أكثر من مرحلة بالتوحد، في بداية، في يعني منشان هيك التشخيص المبكر مهم، أو كمان في ليفلز بالتوحد، يعني في متوحد بليفل معين وبيبقى كل حياته بمرحلة معينة وبنعالجه على الأساس. هلا العوارض الأساسية اللي موجودة عند الأطفال المتوحدين هي عوارض تواصلية، هي اللي بتلفت النظر بالأول، في صعوبات بالتفاعل الاجتماعي وصعوبات بالتواصل إن كان شفهي أو غير شفهي، مرافقة بسلوكيات مقيدة أو تكرارية معينة. هلا أكيد في ليفلز معينين، وكل ما تم التشخيص بطريقة مبكرة كل ما قدرنا ساعدنا الولد خاصة ليطور قدراته التواصلية من عمر كتير مبكر، لأنه بنعتمد على البلاستيسيتي سيريبرال، بنعتمد على قدرة هالدماغ إنه يتكيف ويتفاعل مع المحيط لحتى نقدر نأمن للولد تكيف سلوكي مع محيطه بقدر المستطاع من خلال التواصل وبالتالي النطق. تعلم كل الأطفال اللي عندهم توحد هن مثل بعضهم، أو كل واحد هو حالة خاصة؟ لا طبعا هيدا. كل واحد عنده حالة خاصة، وكل واحد عنده بروفيل معين، عنده قدرات معينة، بس كلهم عندهم قدرات مختلفة، بس كلهم عندهم قدرات لازم نطورها، لازم نكتشفها، لازم نقيمها، ولازم نطورها عبر المراحل تبع التقييم. إذا المشاكل بالتواصل بتكون ب يعني استاد معينة عند كل شخص أو عند كل ولد مختلفة عن الثاني، وعلى الأساس التعامل معه. نعم، هي نعم. من العوارض الأساسية لهالسبب إنه التدخل لمعالجين النطق هو تدخل أساسي، لأنه لازم ننتبه نقيم هالعوارض التواصلية بطريقة صحيحة ونقدر نوضع للعلاج اللي لازم بطريقة صحيحة. اليوم عم نحكي عن علاج تنموي تواصلي يلي هو التاد او ثيرابي ديشانج دو ديفلوبمون. ثيرابي ديشانج دو ديفلوبمون هي انوضعت بمركز الجامعي بتور بفرنسا من قبل بروفيسور لولار وبارتليمي، وهي علاج بيعتمد على تهيئة الوظائف الدماغية المسؤولة عن سلوكيات التواصل، مثل التفاعل، التبادل، التقليد، أخذ المبادرة، كل هيدي سلوكيات منشوفها عند الولد اللي عنده توحد أو بعمر صغير، بس هي مسؤولة عنا شبكات عصبية معينة بالدماغ ما بتكون عم تتوظف بطريقة صحيحة عند الطفل المصاب بالتوحد. إذا نحن هون اليوم رح نحكي عن الطفل اللي مصاب بالتوحد اللي بعد ما بلش يحكي. نعم، هي ما بلش يحكي أو يمكن عم بيقول بعض الكلمات، بس هالكلمات منا مستعملة بطريقة صحيحة. هو هالعلاج بيتوجه للأطفال بعمر صغير، يمكن فينا نعمله على جميع الأعمار، بس طبعا لحتى ناخد نتائج مثل ما معروفة عالميا لازم نبلش بعمر صغير مع الطفل، يعني من قبل أيام، ببعض الأحيان قبل ما ينوضع تشخيص التوحد، من الأول، من أول ما يبلشوا العوارض بالصعوبات التواصلية تبين لازم نوضع هالنوع من العلاج. وهو هالعلاج بيشكل المرحلة الأساسية لعلاج التواصل والنطق عند الأطفال. يعني نحن في عنا تراجكتوار معينة، طريق معينة لحتى نمشي فيها شوي شوي مع الولد حسب مراحل نموه. هالمرحلة بتشكل الأساس، الخط الأساس تبع نمو التواصل والنطق عند الطفل. ممكن الولد يكون عنده صعوبة بالتواصل وما يكون عنده توحد؟ ممكن الولد يكون عنده صعوبات بالتواصل، نعم، هيدا التشخيص بيوضعه الطبيب إجمالا، بس العوارض بالأول ممكن تبين كأنه في سمات توحد من دون ما يمكن يكون عنده توحد، يمكن يكون عنده مشاكل نطقية تانية حسب كيف بيتم تطور تبعه، كيف بيتكيف المحيط مع هالصعوبات، وشو هي العلاجات اللي بتتقدم له بالأول بمرحلة أولية من إذن التدخل ضروري مبكر. يعني لو شو ما كانت العوارض، التشخيص شو ما كان هو هالعوارض ضروري أنه يكون فيه تدخل. كيف تتعاملوا مع الأطفال، خاصة عم نقول الأطفال بعمر يعني صغير، يمكن تحت الأربع سنين أو تحت إيه؟ طبعا بالأول طبعا هالقد صغار كتير، حتى بعمر سنتين سنة ونص بمراحل معينة. طبعا بيتم تقييم أول شيء لقدرات الولد التواصلية عبر الحياة اليومية. بعمر سنة ونص وسنتين ممكن التشخيص، ممكن بداية
التشخيص او فينا بلش نشوف بعض العوارض الموجوده، يمكن ما ينوضع تشخيص طبي بعد، بس ممكن يصير في اول شيء بيصير في تشخيص لها العوارض التواصليه اكيد. يعني بنشوف انه الولد ما عم يتطلع، ما عم يلحق بنظره، ما عم بيعبر عن اللي بده اياه، عنده حركات تكراريه معينه، ما عنده قدره انه يعبر عن بالاشاره او بالدلب الاصبع او بالاتصال النظري، ما بياخذ مبادره ليتفاعل مع غيره ليوصل اللي بده اياه او ليعبر عن حاجاته. هون منشوف انه كمان طريقة لعبه يمكن مختلفة شوي. منتدخل عبر تقييم بالأول، أكيد في مراحل معينة من تقييم أدوات معينة، أدوات سلوكية لحتى توضع تخلينا تعمل تبيين لا مشاكل الطفل بالاتصال، بالتفاعل، بالتقليد، بهالفونكشنز، بهالوظائف كلها اللي ممكن تشكل المرحلة الأساس لظهور النطق بعدين، لحتى يصير في نطق سليم وتفاعل بالنطق سليم. من بعد ما نعمل التقييم فينا نبلش العمل عبر جلسات. الجلسات إجمالا بتكون فردية من قبل معالج ومعالج مساعد، لحتى بس فردية مع معالج واحد، بس بيكون في شخصين هن مسؤولين عن هالعلاج. وطبعا لأنه الولاد صغار بدنا نفوت معهم من خلال اللعب، من خلال مستواهن هن واهتماماتهم هن، لحتى نشتغل بطريقة منظمة على السلوكيات، التقليد والمبادرة، أخذ المبادرة ضمن إطار فرح وبهجة متبادلة، لأن نحن بنرتكز على هالفرح المتبادل والبهجة المتبادلة عند الولد. هل بده يكون في بليزير عند الولد اللي هو بيشكل الحافز الأساسي لحتى يرجع ياخذ مبادرة بالطلب أو بالاتصال النظري أو يقلد الحركة اللي عم تستطيع. إذن التواصل مش بس بالتعبير الكلامي وبصف الكلمات مثل ما لازم بالجملة، في تواصل قبل. في تواصل قبل، وهي بشكل العمود الفقري تبع التواصل. يعني الولد كل الهدف من هالعلاج ضمن هالمراحل هيدي بطريقة منتظمة هي انه يوصل الولد يقدر يتكيف مع محيطه ويقدر يبرمج السلوك تبعه، ينظم السلوك تبعه لحتى يعرف يطلب ويعبر. اذا عنده هالقدرة الكلامية والكلمات يقدر يستعملها بمطرحها المزبوط، مش تستعمل بس للتكرار. بنقول تواصل يعني واحساس بالمجتمع وقدره على التعبير بطريقه او باخرى وايصال رساله معينه من شخص لغيره، بنحكي كانه عن وضع نفسي. هون لا، عم تحطي لنا اياه بوضع ميكانيكي اكثر. نعم، هي وظائف دماغيه مسؤوله عن مرنه التواصل، من مرنه من دربها، بنعملها ريمدياسيون خلال اللعب، لان احنا بننطلق من اهتمامات الولد، واهتمامات الولد بمرحله مبكره هي اللعب. يعني بالاول كان في نظره ثانيه لهالسلوكيات هيدي، واللي عم تقوليه كثير صحيح، لانه هيدي وظائف دماغيه، في تشابكات عصبيه اظهرت عبر الاي ار ام منا عم تشتغل وما عم تتفعل بطريقه صحيحه عند الولد اللي عنده صعوبات بالتواصل. المشكله منا نفسيه، بتصير نفسيه لما ما بنعالج هالقدره على التواصل. المشكله منا نفسيه، لا، المشكله اصلا نيرو ديفلوبمنتال، في مشكل بنمو العصبي عند الاطفال. طيب عمليا كيف بنتعامل مع طفل، او كيف بتتعاملوا اختصاصيا مع طفل ومع اهله؟ لانه هون اللي بتصور الاهل بيكون بدهم ثيرابي بالاول ليقدروا يقتنعوا ويقدروا يعرفوا شو عم بيصير بالتحديد، وبعدين الشغل كمان مع الولاد اللي هو رح يكون شغل على مدى طويل، على مدى قصير. طبعا اهم شيء تفسير للاهل انه هيدي مرحله بالاول، العلاج التنموي التواصلي هي بتشكل مرحله الاساس. يعني لما بيشوفونا ايام عم ناخذ الطابه او عم ناخذ البول دو سافون او عم ناخذ التامبورين دف، بيسالونا طيب شو عم تعملوا، وين الحكي بكل هيدا؟ المهم اللي بنفسره للاهل انه قبل ما نوصل للحكي في عندنا هالتوال دو فون، هالاساس اللي بدنا نركبه، انه الولد لازم يتطلع، لازم ياخذ ويعطي، لازم ياخذ مبادره ويقلد لحتى نوضع هالركائز الاساسيه. وبالتالي شوي شوي النطق بصير يبين، لا بصير يعرف الولد لشو بده يستعمل الكلمات او لاي هدف بده يستعمل
يعمل الأصوات لحتى يطلب لحتى يعبر عن اللي بده إياه. الأهل من خلالها منفسر لهم من فرجيهم كيف الطريقة اللي عم تنشغل فيها، الطريقة اللي عم نطلب من الولد يتفاعل معنا، والطريقة اللي نحن عم نرد فيها على الولد، لحتى هن يقدروا كمان بالبيت يطوروا هالأساليب هيدي. يعني مهم مش بس تطوير الكلمات أو تطوير الأصوات، هي تطوير الطريقة اللي الولد عم يستعملها لحتى ياخد اللي بده إياه أو يعطي يعبر عن اللي بده إياه. وهيدي الأساس، هيدي الأول من أول خطوة. أول خطوة للتواصل عند الولد. الأهل بالأول أكيد صعب عليهم، من هون التفسير كتير مهم، لأنه بيقولوا لنا طب بدنا إياه يصدر أصوات، بدنا إياه يقول كلمات، بدنا إياه يركب جملة إذا عم يجي لعند الأورتوفونيست أو لعند يعمل ثيرابي ديشانج بس لحتى يلعب بالطابة، ما كتير مفهومة بالأول. بس نحن من هون الارتكاز تبع هالثيرابي هيدي هي إنه مرتكزة على وظائف دماغية، نحن عم نشتغل من دماغ لدماغ تاني. يعني كل ستيمولاسيون، كل تحفيز عم يصدره المعالج عم بيرد عليه الولد، والتحفيزات بتمشي بهالطريقة هيدي. من بيصير في حلقة تواصل، هيدي اللي نحن عم نركز عليها، إنه يتطلع يركز أكثر، يصير في تركيز مشترك، يصير في أخذ مبادرة، نية بالتواصل. كل هيدي اندفاعات لحتى يقدر الولد بعدين الكلمات اللي عنده إياها يستعملها بالمطرح اللي لازم. هون قد إيه كمان الاختصاصي رح يقدر يتعرف على هالشخص اللي هو هالولد، يتعرف عليه على شخصيته، بلكي يعني أوقات بكون عندنا شك بالتشخيص، هون يصير عنا يقين بالتشخيص، ويعني في مساعدة لنقدر نعرف هل الولد عنده مشكلة أو ما عنده مشكلة، أو مشكلته بأي ليفل أو بأي مستوى. طبعا لأنه التشخيص أو التقييم أصلا بجميع الأحوال بالأول بيتم من فريق عمل. يعني المعالج منه وحده بالثيرابي، المعالج مع معالج مساعد، بس مع فريق عمل متكامل مؤلف من الطبيب الاختصاصي، من السايكولوجيست، من المعلمة، من الأهل كمان اللي هن دورهم بالتقييم ويخبرونا عن سلوكيات التواصل بالبيت، كتير مهم، مؤلف من كل المعالجين إلى جانب الولد. بس هيدي المرحلة هي خطوة أساسية، هالعلاج هيدا هي خطوة أساسية لحتى نقدر من خلالها نهيئ الولد ليتكيف مع محيطه ويصير قادر يتلقى بعدين التعلم والقدرات التعلمية اللي نحن بدنا نوصله إياها، منا تعلم النطق إلى آخره. طب هون عم ينشغل مع الولد بسيشنز معينة؟ نعم. يعني ساعات بالجمعة أو كيف عم ينشغل معه؟ بينشغل إجمالاً مع الولد. طبعاً هالعلاج ما بيكون وحده، بيكون ضمن مجموعة برنامج عمل متكامل، لأنه هالعلاج مرتكز على شموليته. المنظمة العليا للصحة أصرت على أهمية الشمولية تبع هالعلاج، لأنه كل الاختصاصيين المدربين، مش بس اختصاصيين نطق، ممكن يشاركوا ويعالجوا الولد إذا كانوا مدربين على هالنوع من العلاج. بينعمل مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات بالأسبوع بسيشنز فردية بس بيكون في مجموعة علاجات تانية مرافقة. يمكن يكون الولد عم يتاخد كمان بالجاردوري أو برنامج تعلمي فردي معين لإله، أو ممكن يكون في علاجات تانية إذا كان هو بحاجة لإله، مثل البسيكومتريسيتي أو ومرافقة للأهل طبعا، تيرجعوا يعيدوا استعمال هالطرق هيدي خلال الحياة اليومية للتعميم، لأنه الهدف هو الاستعمال خلال الحياة اليومية، مش أنه يصير في برمجة معينة أوتوماتيكية من دون ما يقدر الولد يعممها على حياته اليومية. فإذا في العلاج وفي طريقة كيف نتعامل مع هالولد ليكون دايما عم يدرب، عم دربه وعم يدرب بحاله وعم يتذكر دايما أنه في وظائف لازم يشغلها. مزبوط. خلال نهاراته. نعم. قادرين الأهل يعني يكونوا هالقد فاعلين بالعلاج؟ الأهل كتير فاعلين بالعلاج، وحتى التيمونياج كل اللي بيقولوا الأهل عن هالعلاج هيدا عالميا مستند على قديش هن كان سهل لقلهم، لأنه منه مطلوب منهم يقعدوا بساعة معينة أو بنص ساعة معينة من النهار مع كل شغلهم وكل تعبهم، مطلوب منهم بس هن يتكيفوا بالطريقة اللي بدهم يتعاملوا فيها مع الولد لحتى يخلوا يتطلع، لحتى يخلوا ياخد مبادرة، لحتى يخلوا يعطي، لحتى يخلوا يركز تركيز مشترك، وبالتالي يفهم شو عم بصير من حواليه. وكل هيدا من دون ستريس، من دون ما يكون في ستريس، من دون ما يكون في ركض، من دون ما يكون في صريخ أو عيط، ضمن هالبليزير، ضمن هالفرح المتبادل اللي هو بالمراحل الأولية من نمو الولد ونمو التواصل أساسي لحتى يتلقى الولد ولحتى يتعلم، لحتى يصير في عنا هالأكيزيسيون ليبر نحن من إلا يقدر يتلقى بطريقة من دون ما نكون عم نعلمه. لأنه كل ولد موجود عنده بالفطرة بالعصبياً وظائف بتخليه يتعلم
من المحيط إذا فهم شو عم بيصير من هالمحيط وتكيف سلوكياً مع هالمحيط. فإذا هون التعامل مع الولد أو العلاج اللي رح يصير مع الولد رح يصير لفترة طويلة؟ إجمالاً لفترة طويلة، يعني نحن بنعتبر سنة أو سنتين، بس في طبعاً تقييم منتظم بدورات معينة، يعني كل 15 جلسة تقريباً في عنا اجتماع مع فريق العمل لحتى نوضع عن جديد أهداف معينة وطرق وسبل معينة للتعامل مع الولد. هيك بنتساعد لحتى نقدر نقيم كيف عم يتطور ونقدر نحدد الأهداف الجديدة. وبس نوصل لمرحلة نلاقي إنه الولد صار عنده هالأسس هيدي وتكيف مع محيطه وقادر يتعلم الأشياء اللي بدنا نعلمه إياها بعدين من قدرات تعلمية أو نطقية، بننتقل لعلاجات تانية ممكن تكون علاجات مرافقة بالمرحلة الأولية، يعني علاج تنموي تواصلي وعلاج نطق أو علاج تنموي تواصلي وعلاج نفسي حركي بمرحلة معينة لحتى ننتقل بعدين لعلاجات تانية ممكن تكون سلوكية ممكن تكون تعلمية معينة. كنت قلتينا أنه منيح أنه نبلش بكير، طبعا صرنا بنعرف كثير منيح عن تشخيص مبكر مهم بكل شيء، وأكيد أنه نبلش بكير بالمساعدة مهم، ولكن في حال ما كانت بديت المساعدة بوقت يعني مبكر بتضل مفيدة؟ هلا طبعا بتضل مفيده، بس اكيد مثل ما قلنا بدنا نعتمد على هالبلاستيسيتي سيريبرال اللي هي قبل عمر 3 سنين، كل ما دخلنا بكير كل ما احسن. بس طبعا العلاج بضل مفيد، ثيرابي ديشانج فينا نستعملها على جميع الاعمار، بس طبعا ما بتكون وحده، بتكون مرافقه لعلاجات ثانيه لحتى نقدر نعطي الولد كامل حاجاته، وخاصه ببعض الاحيان بيبقى في صعوبات سلوكيه معينه لازم نتوجه لغير نوع من العلاجات ساعتها اذا كان الولد كبير وما عم نقدر نسيطر اكثر على السلوك، لانه نحن هون عم نتوجه على الوظائف الدماغية للوظائف الدماغية ونقولبها ونمرنها من أول المراحل هيدي. بدنا بس تستعمل نعم مع الأطفال، وحتى هلأ عم تجرى دراسات لاستعمالها مع الكبار مع الراشدين كمان. أهلا وسهلا فيك إديت كوبا هريش، اختصاصية بتقويم النطق والعلاج التنموي التواصلي عند الأطفال المصابين بالتوحد. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. وقفة هلا ومنتابع نحن وياكم ام تي في لايف بعد هالوقفة واتسون ام تي في، خليكم معنا.